بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نحط كي وفاليو للليست، او نعمل لها يعني بدل ما احنا بنستخدم الاندكس نستخدمها بالمفتاح، والمفتاح ده هنتعرف عليه وعلى طريقة انشاء. لو جينا هنا مسحنا الارجيومنت ده دلوقتي ومسحنا الليست دي بكل سهولة، وجينا عشان نعرف ليست فيها كي وفاليو، هاجي هنا بالطريقة دي واقول كي وفاليو، بس لاحظ هنا هديني ايرور. طبعا هنا ده ماب، حاجة اسمها ماب، فمش هنتعرف عليه قوي. خلينا نحط ليست، لان انا مش عايز اخش في الماب صراحة دلوقتي، الماب دي حاجة تانية بعدين نتكلم فيها. وهاجي هنا هقول كي بالطريقة دي، هقول مثلا نيم، والفاليو هحط نقطتين فوق بعض وبرضه هنا دبل كويتس، وهقول مثلا فو. طب ازاي اطبع القيمة؟ لو جيت هنا قلت print args وجيت عملت print، لاحظ قال لي ان عندي الليست دي جواها كي اسمها نيم وفو. طيب لو جبت اول اندكس زيرو بالطريقة دي، خلينا نشوف. لاحظ جاب لي اول اوبجكت جوه الارجس. طيب ازاي استخدمه؟ هلاجي هنا واقول، على لو انت راجل في البي اتش بي وفاهم، او في الجافا او الجافا سكريبت على طريقه السوك، تمام، او السوسك، هقول مثلا نيم بالطريقه دي. اوكي نجرب مع بعض، نعمل برنت، لاحظ فو. اذا ده الكي اللي بجيب بيه الفاليو، الكي اللي بجيب بيه الفاليو، تمام. اذا الكي هنا فكرته ان انا اقدر اطلع قيمة معينة من قلب الليست. طيب لو جينا هنا قلنا مثلا الايج، وجينا هنا قلنا الايج هنخلي نوعه انتجر، فهقول 20 مثلا. وهاجي هنا هقول is online مثلا، هخليها false ان هو غير موجود. طيب لو حابب اطبع الايج لوحدها، هاجي هنا اقول age واعمل print، لاحظ age. طيب is online، هل هو متواجد ولا لا؟ false. اذا كده لو جيت على الارجز ديت وقلت هنا for each، اوكي بالطريقه دي، وجينا هنا طبعنا، سوري هنا في ايوه، وقلنا هنا مثلا كي، وطبعنا من الكي دي قلنا print هنا في المنطقة دي، لاحظ طلع لي ايه؟ طلع لي زي ما انت شايف النيم والفو والايج وال20 والايز اونلاين والفولس. طيب اذا لو جيت هنا بقى قلت نيم بالطريقة دي، طبعا كاتب single quotes وممكن اكتب double quotes عادي جدا، مش اي مشكلة، لاحظ هيديني فو. طب ايج بنفس الفكرة. طيب لو رجعنا بقى على الفور، قلنا فور انتجر عين متغير اسمه اندكس او اي، يعني في معظم المطورين بيحب يقولوا اي، وانا واحد منهم عموما يعني، تمام. اذا كان الاي اصغر من الارجس سنجل سوري لينس، اعمل على الاي ضيف لي واحد على الاي بلس بلس. اذا هطبع print واقول args index i واحط بقى النيم مثلا، انا ما عنديش غير index 0 وحيد، اوكي هيطبعه لي وشكرا. زي لو جيت عملت run هيقول لي فو، لو جيت قلت age هيجيب لي الداتا بتاعته. اذا الاندكس حصلت فين؟ على الاوبجكت. لو كررت الاوبجكت اكتر من مره هحط فاصله بالطريقه دي، واجي هنا اكرر الاوبجكت ده، وعندي هقول مثلا بار، وهنا 21، وهنا ترو مثلا. اذا لو عملت ران لاحظ قال لي ايه؟ قال لي ان هو طابع الايج بتاعت اول واحده وتاني واحده. طب لو جيت قلت النيم، اوكي لاحظ طبعا الفو والبار. طب لو حابب اطلع اطبع القيمه قيمتين جنب بعض على برنت واحدة، اجي هنا
ممكن اقول بلس الايج مثلا. اوكي خلينا نعمل ران، حصل ايرور. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو شايف ان دي عمليه حسابيه. هنا بيقول لك ان هاندلد اكسبشن تايب انتجر از نوت ا سب تايب اوف تايب سترينج اوف ازر. يعني ده قيمه رقميه ودي قيمه نصيه، فانا بعمل عمليه جمع هنا وطرح والكلام ده كله. فحل المشكله دي ازاي؟ ممكن بكل بساطه اجي اخد القيم دي كلها واحطها في السنجل او دبل كويتس، واجي هنا افصل القيمه دي بدولار ساين هنا كده، بس طبعا هيحصل في مشكله زي ما انت شايف كده، وهاجي هنا اقول دولار ساين. وعشان نحل المشكله دي برضه هوريك نحلها ازاي. لاحظ اهو طبعا عندي زي ما انت شايف فو ايج، ولاحظ طبع كل الداتا بس تجاهل الايج دي، هو طبع الاي لكنه تجاهل الايدج. وده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا محتاجين نعمل هنا حاجه اسمها كير الطريقه دي عشان يطبع لي الايدج والنيم زي ما انا عايز. اذا الكير بريسز احطها واقدر اتعامل عليها. لاحظ اهو فو 20 بار 21. ممكن اقول كير بريسز مره تانيه واقول هنا از اونلاين. ايه واجي هنا هقول نيم از او نيم واحط نقطتين فوق بعض، واجي هنا اقول ايج، واجي هنا هقول اونلاين. اوكي بالطريقه دي. اذا زي ما انت شايف طريقه طباعه الكود بدات تتغير عندك وتختلف. لاحظ قال النيم فو 20 سنه از نوت اونلاين او هو نوت اونلاين. النيم بار ايج 21 سنه هو اونلاين. هي دي كانت الفكره يعني. فبالتالي انا بس حبيت اديك فرق ما بين الفور والفور ايتش. ممكن ناخد كل الكلام ده كله ونيجي برضو على الفور ايتش مره تانية. ارجس فور ايتش، واجي هنا اقول كي مثلا، واجي هنا ممكن احط طبعا الريتيرن داتا باي شكل انا عايزها. ممكن احط هنا المسمى اللي يعجبني، المهم ان انا هسحب الكي اندكس. اوكي وهاجي هنا بكل بساطه احط البرنت او اخلي دي اي برضه، ممكن اخليها اي مش هي مشكله خالص. اوكي بس هنا خلينا اقول كي، وبدل ما اقول ارجس هقول على طول كده ارجس او كي مكان الارجس على طول بالطريقه دي اهو. وبرضه نفس الفكره هنا. اذا لو جيت اعمل برنت لاحظ طبعا عندي الكلام ده كله. في طريقه كمان لطريقه استخدام الفور ايتش، ممكن اجي هنا بالطريقه دي اعمل برنت بالطريقه دي، احط ايكوال واكبر من، اعمل برنت لاحظ طبع لنفس القيمه. لاحظ بدل الكير براسز على طول طلع لي القيمه بالشكل ده بدون ما احط كير براسز على طول. تمام. ودي كانت فكرتنا في الدرس النهاردة. أشوفكم على خير في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.